حياكم الله في فقرة الأخبار في دقيقة، فيها نستعرض لكم ملخص أخبار تقنية لهذا الأسبوع. أبل تخطط على إطلاق آيفون مقاوم كليا للماء وقابل الاستخدام تحت الماء، ونسخة 13 إنج جديدة من ماك بوك برو في الشهر المقبل. سامسونج تعمل على جهازين لوحيين شاشاتهم حجمها 11 إنج و 12.4 إنج. اليوتيوب يبدأ بإزالة مقاطع الفيديو اللي تربط فيروس كورونا بشكل خاطئ بتكنولوجيا 5G. باحثون يكتشفون أن تطبيق زوم يقوم بتوجيه المكالمات إلى الصين. ثغرة في سفاري تسمح القراصنة باختراق الكاميرا والمايكروفون لأجهزة الآي أو إس والماك أو إس، وأبل تؤكد بأن تم إصلاحها. واتساب تقيد إعادة توجيه الرسائل من 5 أشخاص إلى 1 بشكل عالمي للحد من انتشار شائعات فيروس كورونا. شركة سوني تكشف عن يد التحكم دول سنس القادمة مع جهاز بلاي ستيشن 5. إطلاق الموسم الثالث للعبة كول أوف ديوتي مودرن وورفير بخرائط وأسلحة جديدة. وهذه كانت أبرز أخبار الأسبوع.